أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، بعد أيام تكون العودة الدراسية، عودة الأبناء والطلبة، عودة الإخوة والأخوات، عودة البذور النائرة المنورة بحول الله تعالى، التي نريدها أن تعطي المثال والتي نريدها أن نقف على أثارها بعد حين. تعود الدراسة من جديد، ولكن ما حاجتنا نحن للدراسة المعتادة؟ نحن حاجتنا إلى التألق والتميز والامتياز. لا بد أن يتميز أبناؤنا، لأن الشرف العلمي، شرف العلم رسخه ديننا من فوق 7 سماوات. لن نبلغ درجة التشريف والتكريم والتعظيم والتبجيل، لن نبلغ درجة التقدير إلا بالعلم، إلا بالمعرفة. ولذلك جعل رب العزة تعالى حظا وافرا لكتاب الله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم جزءا كبيرا من سنته العطرة تدعو وتحث المؤمن والمسلم على بلوغ أرقى مدارج العرفان، على تحصيل العلم، لأن بالعلم تتشرف الأمة ويقع تقديرها ويشار إليها بإصبع التقدير لا بإصبع التحقير. لا نكون في آخر الحافلة البشرية، لا نكون في قافلة الحافلة البشرية، وإنما لا بد أن نكون في مقدمتها، ومن خلال حث أبنائنا على الدراسة وعلى التألق والتميز. يكفي أن أقول لكم أن كلمة علم أو علم بمشتقاتها وتفريعاتها جاءت في كتاب الله أكثر من 860 مرة، أكثر من 860 آية من كتاب الله تحث وتدعو إلى العلم بأشكاله المختلفة. يكفي أن أقول لكم أيها الإخوة والأخوات أن أول آية نزلت في كتاب الله عز وجل وبدأ بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كلمة اقرأ، واقرأ لا تفيد فقط القراءة وإنما تفيد التعلم، تحصيل العلم بكل تفريعاته، بكل معانيه، بكل أشكاله ومظاهره، مش فقط القراءة والكتابة، وإنما البلوغ، الرقي والتقدم بهذا العلم، العلم سواء العلم النافع الذي يكون دافعا للبشرية، لا علما مذلا والعياذ بالله. يكفي أن أقول لكم أن لا تشريع غير تشريع الإسلام ادعى إلى تحصيل العلم وجوبا، وجوبا يعني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي شريف طلب العلم، فرضه فرضا، وهو من الفروض الحاجية في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولما يقول مسلم يعني الذكور والإناث ومختلطين، لما يقول مسلم بلحن الخطاب، ما هو لحن الخطاب؟ في دلالة الاقتضاء، لحن الخطاب أن يكون المسكوت عنه يحمل نفس حكم المنطوق به، إن كان المنطوق به المسلم فالمسكوت عنه المسلم لها نفس الحظ، هذا بلحن الخطاب، وهي من دلالات الألفاظ على المعاني. لا أعلم في كتاب الله، لا أعلم في فلسفة من الفلسفات أو دينا من الديانات، سواء كان ما كان متعلقا بالزمن أو ما كان متعلقا بالمقدس، جعل العلم فريضة إلا دين الإسلام، لا أعلم من يعلم غير دين الإسلام دعا إلى فرضية العلم.
فليعطيني الدليل والحجة، وحجتنا ظاهرة وبينة. نحن نتمتع بقوة الحجة لا بحجة القوة. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طلب العلم وجعله فريضة. Je veux pencher aujourd'hui, mes frères, sur un sujet qui est d'une importance capitale. Je veux parler de la quête de savoir. Je veux parler de la science. Je veux parler de la connaissance qui est primordiale dans l'islam, dans la religion musulmane. On ne peut pas atteindre la vénération, on ne peut pas atteindre l'honneur, on ne peut pas atteindre un degré élevé si on n'a pas la science de savoir, si on n'a pas la connaissance. Bientôt, dans quelques jours, nos enfants vont débuter l'année scolaire, la nouvelle année scolaire. Mais nous cherchons des élèves brillants, nous cherchons des élèves qui ont la capacité pour atteindre un degré très élevé. On n'a pas besoin que notre enfant soit quelqu'un passable, quelqu'un qui a juste le mot à la moyenne, mais on nous demandons un degré très élevé. Parce qu'on ne peut pas atteindre la vénération, on ne peut pas atteindre un degré élevé si on n'a pas cette tête de savoir, si on n'a pas la science. Mais je veux vous dire que dans l'islam, dans le Coran, dans les livres saints, dans notre Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a cité les mots « ilm »,« alima », étymologiquement veut dire « savoir » dans 860 versets du Coran. Plus que 800 versets du Coran qui demandent, qui incitent, qui insistent à avoir la quête, une quête de savoir. Et je veux vous dire aussi que dans les versets du Coran, dans les sourates du Coran, il y a une sourate qui s'appelle la sourate la plus. La plus, c'est la moyenne de savoir, le moyen de l'écriture, al-qalam. Et je veux vous dire aussi qu'il n'y a pas une religion, ou une philosophie, ou une référence, mais n'importe, qui a fait de quête de savoir un devoir pour l'humanité, sauf hormis la religion musulmane, sauf l'islam. Dans un hadith authentique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit la quête de savoir est un devoir pour tout musulman. Tout musulman est musulman. Certes, la quête de savoir est un devoir pour tout musulman et musulman. إذا كان الدين دعا إلى العلم وتحصيل العلم وبلوغ العلم والرقي في هذا الميدان، فإن العلم ليس له حد لا في الزمان ولا في المكان. جاء في الأثر اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. حديث منكر، ما نسمعوش حديث، مش حديث، وإنما هو قول مأثور. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، يعني ليس له حد في الزمان من وقت خلقت، من وقت اللي أنت صبي صغير، طفل صغير، إلى أن تبلغ الشيبة والمشيب، فإنك لابد أن تطلب العلم. جامي تروتار، ما تماش حدود في العلم من حيث الزمان. اطلب العلم من المهد الى اللحد الى القبر. وحديث قيل حديث ولكن حديث ضعيف، ولكن نقولوا افجاء في الاثر. اطلب العلم ولو في الصين، ما عندوش حدود في المكان، يعني اينما
تجد الحكمة، أينما تجد العلم، أينما تجد المعرفة وتحصيلها تطلبها. وإن كنت تجده في الصين، تجده في يعني في أقصى البلاد، أقصى مكان، فلا بد أن تطلب هذا العلم. لا بد أن تطلب العلم. ليس له حدود لا في الزمان ولا في المكان. ولكن ما العلوم المطلوبة أيها الأخوة؟ يعني هل العلم فقط علم القرآن، علم الحديث، علم أصول الفقه وعلم الفقه؟ هذا علوم مطلوبة، علوم مقاصد، هذه علوم أساسية لا بد أن يتعلمها المرء. ولكن ليس فقط هذه العلوم، حتى العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية كلها علوم نافعة وعلوم دافعة وعلوم مطلوبة شرعا. علم التاريخ وعلم الجغرافيا وعلم الفيزياء والكيمياء، علم الطب، علم الجيولوجيا والبيولوجيا، كل هذه من العلوم التي يرتقي بها المرء وتساعده في خلافاته في الأرض وتعبير الكون. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. بماذا؟ بالعلم. هذه العلوم المساعدة هي علوم كثيرة مطلوبة ولنا فيها أجر لما نوجه أبنائنا إلى هذه العلوم، لأن لن ندرك مصاف الدول المتقدمة ونبلغ رأس القافلة البشرية إذا كان كما كنا من قبل، إلا إذا حصلنا العلم. لما حصلنا العلم ارتقينا، لما تركنا العلم والعلوم اندثرنا، كنا منتصرين فأصبحنا منكسرين والعياذ بالله. كل العلوم مطلوبة، فقط العلوم التي لا تنفع البشرية، علوم الأديان وعلوم الأبدان كلها مطلوبة. علم السحر هذا هو الممنوع، العلم الذي يضر بالبشرية هو الممنوع. أما كل العلوم الأخرى إن كان فيها نفع للبشرية فهي مطلوبة شرعا، فهي مطلوبة شرعا. Est-ce que la question qui se pose, est-ce qu'on demande d'avoir la science religieuse plutôt, des sciences théologiques, la science de Coran, la science de Hadith, la science de jurisprudence du droit, la science de fondement du droit, la science de finalité du droit? Est-ce que c'est les seules sciences qu'il faut atteindre, qu'il faut avoir? Non. Même les sciences expérimentales, les sciences humaines, elle est demandée autant qu'elle est utile pour l'humanité. La géographie, la biologie, le maths, les mathématiques, physique, la géologie, la biologie, la médecine, c'est des sciences qu'il faut atteindre. Il faut orienter nos enfants vers cette science. Parce qu'on ne peut pas avoir un degré dans la société élevée si on n'a pas cette science. On l'appelle la science humaine, civile. Avec la science du Coran, la science du Hadith qui est demandée et recommandée, et science qu'il faut orienter nos enfants vers la science de théologie, toutes les sciences théologiques, c'est certes. إذا كان رب سبحانه وتعالى دعانا إلى العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على العلم وعلى تحصيل العلم، فالعلم لا يمكن أن ينفع إذا لم يتحول إلى عمل. العلم الذي لا يتحرك لا يترجم إلى عمل لا خير فيه، لا خير فيه. إذا كنت تعلمت فلا بد أن تجسد هذا العلم وتعمل لما فيه خير البشرية وخير الناس وخير المسلمين. والذي يصدق فينا قول ربي سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الجهل مصيبة، وعدم العلم بما نعلم مصيبة أكبر. كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل ماذا عملت فيما علمت، وإن قلت جهلت قيل فما خطبك الآن لما جهلت ما تعلمت. لا عذر لك. لينيورونس سي ان فينومين
L'ignorance est un défaut. L'ignorance est un fléau. Il faut avoir la science, mais aussi il faut traduire cette science en pratique. Il faut mettre la science en action. Sinon, on va avoir un gourou de la part de notre Seigneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ماذا تفعلون. فما ذلك ايها الاخوه اذا كان الانسان يعمل بضد علمه، يعلم ان هذا حرام ولكن يطبخ الحرام، يعلم ان هذا فرض عليه ولكنه لا يؤديه، هذا وان يصدق فيه قول الشعر يا واعظ الناس عما انت فاعل، يا من يرد عليها العمر من نفس، احفظ لشيبك من عين يدنسه ان البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس. كما الانسان الحامل لثياب الناس يغسل فيها هو ولكنه ثيابه ممسخه، ثيابه رجس. ركوبك النعش يرسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس، يوم القيامه لا مال ولا ولد، وضمه القبر تنسي ليله العرس، ان ذا القبر لضمه خشي منها وبكى منها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له السيدة عائشة: ما يبكي السيدة فاطمة، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: إن ذا القبر لضمة، إن ذا القبر لضمة. هذه الضمة التي سنمر عليها وكلنا واردها تنسيك ليلة العرس، تنسيك ليلة العرس. إذا كان ربي سبحانه وتعالى إذا نال العنا إلى العلم، العلم لابد أن يجسد إلى عمل، والعمل لابد أن يكون عمل دافع نافع فيه رقي ولمعان. لذلك الأحرف الثلاثة لعالمة لما حولها ولعاملة ولما حولها ولعاملة معا، إذا علم مع عمل مع لمعان. بهذا الشكل نفوز في الدارين بإذن الله تعالى، ونقول إن الذين أدوا واجبهم نحو أنفسهم نحو ربهم ونحو أنفسهم ونحو المسلمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفعل الصالحات، وأن يهدينا إلى قوم سبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرعانا بالتوفيق والتسديد، وأن يحفظ الجميع بما حفظ بكتابه العزيز والسبع المثاني وعباده الصالحين، إن ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي هداني لتقواه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون، اعبدوا الله واتقوه لعلكم تفلحون، وسلوه التوبه والمغفره والرحمه فهو الغفور الرحيم، الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. ايها الاخوه المؤمنون، الشيطان اللعين جاء لاتباعه وقال: اخشى ما نخشاه، عالم عابد له علم يدرس الخلق، اما العابد الجاهل أن شيء أسطوانة من أساطير المسجد يصلي 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 ولكنه لا علم له، فهذا سهل على الشيطان، سهل أن يريده الشيطان، سهل أن يخترقه الشيطان. فأعطاهم مثال وجرب مع زوز أشخاص، عالم يدرس الناس ومتعبد لا علم له، فجاء إلى العابد وسأله سؤالا، ولكن سؤال بكلمتين ولكنه تكفر الشخص ان لم ان اساء الاجابه، ان اخطا الاجابه. ساله: ايقدر ربك ان يضع هذا الكون الواسع الفسيح في بيضه؟
Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre le cosmos, l'univers, dans un œuf? هذا العالم ليس له سلام علم فقاسم الامور بان بيضه صغيره والعالم كبير قالوا لا يمكن لا يخطئ قال هذا كفر فجاء الى العالم وهو يدرس الناس وساله نفس السؤال ايقدر ربك ان يضع هذا الكون الواسع الفسيح في بيضه فاجابه اجابه مفحمه قال وافعال الرب بين الكاف والنون اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فقال هذا ما أخشاه أخشى ما أخشاه هو العالم أما العبادة لم تكن مركوزة على علم لم تكن مضبطها العلوم الصحيحة التي بها يتسلع المرء ويقدر أن يخرج من هذه الاستشكالات التي يمكن أن تكفره بأبسط جواب هذا لابد له من علم والعلم لا يكون الا اذا كان الانسان نال ركبه ودرس وتقدم في العلوم ولا تحقرن من المعروف شيء شطر العلم السؤال يكفي ان تسال اسالوا فالسؤال هو شطر العلم لا بوتي دو سافوار لا كيستيون Si vous avez une question à poser, il faut poser. Il ne faut pas hésiter, il faut. Iblis est venu à ses adeptes. Ils ont dit c'est on craint quelqu'un qui a un adorateur qui n'a pas de connaissance. On craint un savant qui a la connaissance. Mais on ne craint pas quelqu'un qui adore Allah, mais il n'a pas la connaissance. On peut l'influencer à tout moment. Il a donné un exemple, il est venu à quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des prières tout le temps, mais n'a pas la connaissance. Il a posé une question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre l'univers dans un œuf? Il a dit il ne peut pas. Il a dit il a qad kafar. Ça y est, c'est fait. Il est parti à quelqu'un qui allait savoir. Il est en train de faire des cours pour les étudiants. Il a posé la question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre le cosmos, l'univers dans un œuf? Il a dit oui, les œuvres d'Allah entre le kef et les noun. Kef et noun veut dire soit il est kun fayakun. Donc c'est ça. Ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilman kaman huwa jahil. Wa man fatahu al-ta'lim waqt shababihi fa kabbara 'alayhi arba'an li wafatihi fa zadat fatahu Allah bil-'ilm wa al-tuqa idha lam yakuna bi'tibari lidhatihi. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب. في إخوة جايين من مكان بعيد يعني يلتمسون من أخواتكم أن تساهموا في بناء مسجدهم. أنشورة خديم الاسم المدينة جايين من بعيد ولكن يطلبون منكم ويلتمسون منكم أن تساهموا بما تقدرون عليه. جاكم الضيوف تساهموا بما تقدرون عليه لبناء هذا المسجد وتعرفوا من بنى مسجدا ان الله له بيتا في الجنه وحتى المساهمه في بناء مسجد لها اجر من الله عميم فلا تبخلوا بذلك رحمكم الله اخوتكم الذي لفخير في صوفيتي دو لوان يتسوليسيت نو فخير نو سور دو participer à la construction de leur mosquée. Ils sont là, ils vont faire une quête juste après la prière. Il faut être généreux et généreuse et participer à cette quête vraiment d'une façon ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى فعل الصالحات وأن يهدينا لهم السبيل وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء فتوجه إلى ربكم دعاء وإلى عسى أن تكون سعادتنا ساعة استجابة ونبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعنا ولا تعد علينا يا رب العالمين
اللهم وفقنا لفعل الصالحات، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار رب العالمين. اللهم علم بين قلوبنا، اللهم اجعلنا متحابين فيك على سور المتقابلين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، من دعوة لا يستجاب لها ولا ترفع. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، افتح لدعائنا ابواب السماء، اللهم اختم صالحات اعمالنا، اجعل الجنة مثوانا ومآلنا، طهر من الرياء والعجب اقوالنا واعمالنا، اللهم اصرف عنا العذاب، ادخلنا الجنة بغير حساب، انك انت العزيز الوهاب. يا فالق الحب والنوى، تقبل يا ربي من كل احد منا من الخير ما نوى، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم ورحمه الله.